كيفاش كتعاودوا؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم خرجت للجردة حيت كان غير الحال سخون شويه، وقلت نوريكم حسن فيلمي واحد شويه. هنايا كندير بحال دابا الزعتر، النعناع، شحال حاجه الخزامه، دابا شحال حاجه كنساها. هادشي كامل هنايا، وحتى لديك البلاصه كاينه الخزامه حتى هي، كاينه الزعتره. المهم ديك الساعه مني سخن الحال هادشي كلشي غادي يكون زويين ونوري لكم. وهذه كاينه عندي واحد السخيزي، يعني شجره تاع حب الملوك، دابا ماشي حتى شي حاجه. وتندير لا طوماط سوغيس، ندير لي طوماط، نوريكم فاش يسخن الحال، نشارك معكم هادشي. المهم اليوم غادي ندير لكم واحد الوصفه، يلا نشوفوا عجبكم. نبداو على بركه الله. انا البنات غادي نخوي ندير شويه زيت العود، نزيد الزيتون على كذا، ندير نص كاس، يعني هنا جوج معالق، معالق كبار، جوج معالق كبار. غادي نشعل ونقصو البطاطا مزيان. انا عندي عندي فلفله حمراء وخضراء، عندي هنا جوج صدوره تاع الدجاج، هني عندي واحد 200 غرام ديال اللحم المفروم ديال الكفته، عندي هنا جوج قيزويات، واحد القرعه هنا، علبه ديال الفطر لي شومبينيون 115 غرام. هنا عندي ثلاثه الدروصه تاع الثومه، قطعتهم بحال هكا، نفضلو نقطعهم على نحكم زعما تحكمهم. هنايا عندي بصله كبيره، نبداو على بركة الله. أنا غادي ندير الخبزو، الجزر كاين لي متيعرفوش، الجزر تيقولو الجعدة، يمكن الجعدة. أنا غادي نخلط الخضرة كلها، مغاديش نطيب الخضرة بوحدها باش تجي ساهلة، الخضرة كلها لي غادي نديرو غادي نديرها دابا. هادشي اللي غادي ندير مع الدجاج. غادي نزيد لي شامبينيون، حيت لي شامبينيون مع الدجاج تيجيو زوين، نحطلو مع الدجاج على الكفتة. هانتوما لي شامبينيون قطعتهم بحال هكذا، ما خليتهمش كبار، قطعتهم كي قطعت الثومة رقاق. غادي نزيد الثومة، معلقة ونص تاع الثومة، البصلة، مكنشحرش البصلة، كندير هادي على الوش. ندير شويه الكبسه، ندير شويه المعدنوس، نتسنى الخضره حتى تهبط. عاد ما في الدجاج، ماشي كاع حتى تهبط، مي خصها تهبط مزيان. عاد ما في الدجاج، الدجاج راه دغيا طايح تما. درعا انا غادي نديرها مع الكفته، غندير معلقه صغيره تاع البزار، شويه تاع الحار، عندي هاد لاصوص حار، ندير غير شويه، حار تيعطي واحد المذاق زوين، غير ما تكتروش في هاد الوضع اللي عندو الجداف. غادي نزيد عليه دابا هاد الدجاج بحال هكا، هنايا غادي نزيد الزيت اللي باقي ليا.
نزيد العطريه اللي غادي نزيد ونزيد شويه تاع الملحه. دابا غادي نلوح اللوح ندير الكشطه اللي غادي تزيد فيها 10 ملح. شي نهار نفيلمي ليكم الدار كنتسنى غير تيكون الحال سخون نوريكم بالتحت. دابا درت الكفته هنايا، حيت الكفته راه كطيب الطريه كتهبط القرعه هي القطيه الاولى هي والفلفله. غادي نزيد شويه تاع الكزبر، الكزبر مثلا هذا غادي نميلونجي فيه، غندير الكزبر حبوب، غندير غير راس المعلقة ما ديروش بزاف، وشوية تاع التحميرة الفلفل الأحمر ندير غير شوية، ندير شوية تاع البزار، غنزيد شوية عاوتاني تاع الحار هنايا واحد شوية. درت فيها الشعريه الصينيه، ما كانتش معوله غادي ندير حيت ما كانش عندي راجل مشى خرج الجباليه، غنقطعها بحال هكا باش تجي ساهله، وتلوحها على الكفته. المهم هادي غندير لها الزبده باش حيت هادو القد البسطيله ماشي بحال اللي قديتيها تجي رطبه، هادو تيكونوا شويه انا ما درتش فيهم قوت. ساليتهم درت البسيطلات ودرت البريوات تاعهم، اربع البريوات وجوجت عليه سيكار باش نوريكم نقدروا نديروا الورقه اللي بغينا يعني نوروا بها. غنديرها دابا في الفران ونوريها لكم مياتال. انا ساليتهم هما جاو بحال هكا، انا درت فيهم البريوات اللي ورتكم قبيله، البريوات جاو بحال هكا البريوات، وهاد لي سيغار لي درت هنايا وندير مليم ونقطع ليكم، وهادو هادو تيبانو بحال هكا، هادو فيهم الكفتة، وهادو يعني اللحم المفروم، وهنايا كاين تاع الدجاج، هادو لي هادو تاع الدجاج وهادو تاع الكفتة. المهم جاو هكا زوقتهم بالفرماج الفوق، والورقة البسطيلة اللي قطعتها ودرت فيها الزبدة ودرتها ودخلتها للفرن درتها عليهم وزوقتهم بواحد الزيتون مشرملة هي وفلفلة حمرا مشرملة. نقطع لكم واحد تشوفو كيجاو. هادو تاع الكفتة تيجيو بحال هكدا كيما يبان ليكم، تيجيو محمرين من كل بلاصة. هادو تاع الكفتة تاع الدجاج جاو بحال هكا، شي باش نقول لكم حسن تكون ورقه وحده ويكونوا عامرين من الداخل. نتمنى هاد الوصفه تعجبكم وتجربوها. دابا رمضان ان شاء الله الرحمن الرحيم الله يدخلوا على كل مسلم بالخير والبركات. جربوا وصفات بحال هادو، بحال اللي درت لكم داك النهار ديك العجينه السحريه ديروا بها الدجاج من الفوق كي وريتكم، وهادو لي فاي دو بريك بصحة الراب. الفيديو القادم ان شاء الله نديرو بوسيط احسن من هذه.